بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُمْ
ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم وإن تواسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها و
لتعلموا